لكم البنات كده درت لكم اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيش وطه. ولهذا البنات كنحتاجوا 40 سنتيلتر ديال الكريم فريش، 40 سنتيلتر ديال الكريم فريش، فرماج غابي، فرماج محكوك، 3 البيضات، 3 زو، ان تي اونيو كوبي اون تي مورسو، سيبولات، ورقه ديال لا بات فيتي، اي دو طون لو طون ناتور. Là, j'ai utilisé du thon lifié 140 grammes. Et maintenant, dans un saladier, il y a un saladier. On va faire la crème fraîche. Donc, ça, il y a l'oignon, coupé en petits morceaux. Les œufs. Et là, les fuites, alors j'ai oublié de vous dire le sel et poivre. C'est pour ça que je vais vous dire que je vais vous faire le bizarre. شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، ونطربوهم مزيان. تي ولادنا الخليط رطيطب مزيان، ومن بعد نزيد فيها السيبولات. الا عندكم سيبولات فخي مزيان، ما عندكم سيبولات فخي انا درت سيبولات ناشفه. انا نطربو مزيان وناخذ لاباط فايتي ديالنا البنات ونطبقها بها هكا في المول وندير لو طون ديالي. انا هنايا جاني 140 غرام نت اللي جاني فيها 140 غرام تقريبا. لو بغيتو تكثروا الا كتبغوا الطون بزاف تقدروا تكثروا، تقدروا ديروا حك ونص تقريبا. مي انا درت 140 غرام فرانشمون جات زوينه. كنديرو الفرماج غابي ديالنا، وكنخبو الخليط اللي درت فيه السيبولات. نديرو جات معلقة صغيرة ديال السيبولات البنات. ودابا البنات ملي درت الخليط كله دخلها الفران، خليها طيب على 180 من الفوق ومن التحت. هانتوما البنات دابا ملي خرجتها من الفران الشكل النهائي ديالها كي كيجي، كتجي على بزويناتها. نتمناكم تجربوها. هانتوما البنات قطعتها باش تشوفو هانتوما مقطعه، ودرتها في التبصيل، قدمتها مع ان سالاد، جي لي بريزونتي افيك ان سالاد ان بتيت فينيغريت. نقول لكم البنات بالصحة والراحة.